لأشهر طويلة بقي ملف الحديدة معلقا، ويبدو أنه سيبقى كذلك لأشهر أخرى. فبعد أن كانت الحديدة مرشحة لتكون المحطة التالية لوصول قوات الحكومة والتحالف العربي بعد السيطرة على المخا، تراجع ذلك الخيار بفعل الضغوط الأممية لتجنب معركة تقول المنظمات الأممية إنها ستكون مكلفة على الصعيد الإنساني. بدلا عن ذلك، تصدرت الواجهة مقترحات حل سياسي يضمن إبعاد المدينة ومينائها عن الحل العسكري، مع ضمان إخراج الحديدة من جغرافيا سيطرة سلطة الإنقلابيين ولو شكليا، إلا أن تلك الحلول بقيت غير قابلة للتنفيذ خلال الفترة الماضية نتيجة لرفض ميليشيا الحوثي. وفد أممي يضم كل من مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينفذ زيارة للحديدة، وبحسب الوفد فإن هذه الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على الاحتياج الفعلي الذي يتوجب توفيره لإعادة نشاط الميناء بالتزامن مع ما أسموه توجها حقيقيا للأمم المتحدة لدعم الميناء. تبدو هذه الزيارة وكأنها خارج السياق، لكنها تأتي بعد أيام من تأكيد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل الدشيخ أحمد بأنه لا بد من إيجاد حل لقضية ميناء الحديدة وتسليمه لطرف ثالث لتجنب أي عملية عسكرية تنفذها الحكومة والتحالف. الحكومة قالت على لسان المتحدث باسمها إنها تنتظر الرد من المبعوث الأممي على المقترحات التي وافقت عليها بشأن ميناء الحديدة، والتي تضمن تسليم الميناء إلى طرف ثالث وبإشراف دولي، وتعول الحكومة على هذا الاتفاق لإيقاف تهريب الأسلحة التي تقع في يد الانقلابيين كما تقول. لا مؤشرات جدية على قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الحديدة، وهذا ما يجعل كل الخيارات مفتوحة وعلى حالها القائم منذ أشهر.